في حي رأس العين أحد الأحياء الشعبية شرقي العاصمة عمان، يسود الصمت والترقب عائلة عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة مع حلول موعد وصوله إلى الأردن إثر اتفاق تفاهم بين الحكومتين البريطانية والأردنية يقضي بتسليم من يوصفون بالمجرمين. الحكومة الأردنية رفضت التعليق على خبر استقبال أبو قتادة الذي من المفترض أن يصل إلى مطار عسكري بعمان ليودع في سجن موقر المعزول في الصحراء داخل زنزانة انفرادية حتى انتهاء التحقيق معه بتهمة الإرهاب. ساعات قليلة ويصل أبو قتادة الملقب بأنه رجل القاعدة الأول في أوروبا إلى سجن الموقر بالعاصمة الأردنية عمان لتنتهي بذلك 10 سنوات من فصول القضاء في بريطانيا، ليبدأ أبو قتادة فصلا جديدا أمام القضاء الأردني. فما الذي دفع الأردن لقبول ترحيله إليها وهو يعاني أصلا من نتائج اضطرابات الجيران حولها؟ تعرضت الحكومة الأردنية منذ 2001 بعد 11 سبتمبر إلى ضغوطات كبيرة متعلقة بملف الإرهاب، وبالتالي جرت عدة محاولات لتسلم أبو قتادة. وقعت اتفاقية عام 2005 وفشلت آنذاك، ثم تقدم أبو قتادة بعدة طلبات استئناف وصولا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة اللوردات. حاولت الحكومة البريطانية ترحيله منذ عام 2005، لكن محاولاتها باءت بالصد من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ومحاكم بريطانية، ورفض أبو قتادة ترحيله إلى موطنه الأردن لخشيته المثول أمام محكمة أمن الدولة التي حكمت عليه بالإعدام غيابيا، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عام 99. إحنا عندنا قانون وطني، وقانون الوطني هو الواجب لمراعاته، لكن القانون بواد والإجراءات التي تتم في واد آخر. يعني حقيقة الأمر يعني الذي يتكلم في مثل هذه المواضيع ليس الحكومة ولا الاتفاقية، الذي يتكلم في هذا الموضوع القضاء، إذا كنا نقول أن هناك يعني قضاء غير. ولذلك أنا بقول هذا المحاكمة يجب إذا لابد منها أن تتم أمام القضاء النظامي صاحب الولاية العامة. يقول البعض إن الرابح الأكبر من ترحيل أبو قتادة هو الحكومة البريطانية التي اتخذت قراراً بإقفال كل ملفات الجهاديين السلفيين والمؤيدين لتنظيم القاعدة المقيمين على أراضيها. عصام بدران، سكاي نيوز عربية، عمان.